السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج بسيط خالص جدا، كل المطلوب مني ان انا احدد الماسورة بتاعتي كام بوصة، 2 بوصة مثلا، اشتغل على جدول، اشتغل مثلا جدول 40 50 زي ما انا عايز، تمام، واشوف بقى القطر ده الداخلي، ده السمك بتاعه، وده الخارجي، المجموع ده زائد دوت، عايز اخليه بالمليمتر او عايز اخليه بالانش، الخيارات موجودة.